إن الدين عند الله الإسلام. ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ نعم، التختم للرجال يعني لبس الخاتم إن كان من ذهب فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى رجل عليه خاتم ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم بيده ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل: خذ خاتمك. قال: لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان من غير الذهب كالفضة فإذا كان لحاجة فهو سنة، كالقاضي والأمير والوزير ومن لهم معاملة تحتاج إلى إثبات بختمه، فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكاتب الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما اتخذ الخاتم، وأما لمجرد الزينة فلا يسن له. نعم.